وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بليلة النصف من شعبان؟ ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بشهر شعبان، وكان احتفاله بالصوم. أما قيام الليل فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير القيام بالليل في كل الشهر، وقيامه ليلة النصف كقيامه في أية ليلة. ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث السابقة وإن كانت ضعيفة، فيؤخذ بها في فضائل الأعمال، فقد أمر بقيامها وقام هو بالفعل على النحو الذي ذكرته عائشة. وكان هذا الاحتفال شخصيا، يعني لم يكن في جماعة، والصورة التي يحتفل بها الناس اليوم لم تكن في أيامه ولا في أيام الصحابة، لكن حدثت في عهد التابعين. يذكر القصلاني في كتابه المواهب اللدنية أن التابعين من أهل الشام كخالد ابن معدان ومكحول كانوا يجتهدون ليلة النصف من شعبان في العبادة، وعنهم أخذ الناس تعظيمها، ويقال إنهم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم اختلف الناس، فمنهم من قبله منهم، وقد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. وخلاصة كلام القسطلاني أن إحياء ليلة النصف جماعة قال به بعض العلماء ولم يقل به البعض الآخر، وما دام الأمر خلافيا فيصح الأخذ بأحد الرأيين دون تعصب ضد الرأي الآخر. فالإحياء شخصيا أو جماعيا يكون بالصلاة والدعاء وذكر الله سبحانه. وقد رأى بعض المعاصرين أن يكون الاحتفال في هذه الليلة ليس على هذا النسق، وليس لهذا الغرض وهو التقرب إلى الله بالعبادة، وإنما يكون لتخليد ذكرى من الذكريات الإسلامية، وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة، مع عدم الجزم بأنه كان في هذه الليلة، فهناك أقوال لأنه كان في غيرها. والاحتفال بالذكريات له حكمه، والذي أراه هو عدم المنع ما دام الأسلوب مشروعا والهدف خالصا لله سبحانه. والله أعلم.